بعد 12 سنة من التوقف رجع مرة تانية مهرجان سباق الهجن بالعريش بمنطقة الكيلو 17 بمضمار نادي الهجن الرياضي المصري. جنب السباق في كمان أمسيات فنية ومعارض وأنشطة متنوعة للجمهور اللي بيحضر السباق. خلينا نتابع. بعد توقف دام لسنوات تعود مرة أخرى فعاليات مهرجان الهجن بمدينة العريش بشمال سيناء بمشاركة العديد من قبائل وأهالي سيناء، حيث تزينت العريش لاستقبال هذا الحدث الضخم على مضمار نادي شمال سيناء، وتم رفع كفاءة المضمار بطول 8 كيلومترات وتوسعة مسارات مضمار الهجن ووضع سواتر ترابية على جانبي مسار الإبل داخل المضمار. بنحتفل النهاردة بتدشين عودة السباقات لمهرجان الهجن، لأن أقدم مضمار هجن هنا في مدينة العريش. إن شاء الله هتشوف حاجات كويسة، وإن شاء الله تكون حاجة كويسة. عودة السباقات على مضمار نادي الهجن بالعريش يعد انتصارا لإرادة الحياة على أرض سيناء، وعودة لأهم فعاليات تراثية تتمثل في رياضة الآباء والأجداد التي يحرص الآلاف من أبناء قبائل سيناء على متابعتها والزحف خلفها بمختلف المحافظات. عودة النشاط أثلت صدور أبناء القبائل كلها، مصر كلها اليوم يعني محافظاتها موجودة في العريش، وانت زي ما شافت العرس، يعني أنا لسه يعني من ساعة واصل زحمة السيارات 3 كيلو 4 عايزة تدخل مدينة العريش وشمال أهل شمال سيناء عطشانين على هذا المهرجان، لهذا المهرجان هو الأم، أعرق مضمار في مصر العريش. إحنا كأبناء سيناء بنعتبر هذا العرس الكبير أو هذا المهرجان الكبير هو بيختلف عن سباقات الهجن الماضية. النهاردة بعد 14 سنة توقف في المهرجان مفتوح للعامة، بنحتفل بتحرير سيناء والقضاء على الإرهاب الأسود اللعين لكذا مدلول، عودة السياحة، عودة النشاط الرياضي والاجتماعي وكل ما تحمله الكلمة من معنى، تدب الحياة في سيناء من جديد بعد توقف أكثر من 12 عام. فعودة الهجن النهاردة مرة أخرى بتقول إن احنا على الطريق الصحيح، وإن تضحيات شهدائنا ورجال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين ما راحتش هدر ولا سدى. اما من احسن حيث العوده، احنا الهجن ده كان بيعتبر من احد روافد السياحه والاقتصاد في هذه المحافظه، وكان يقام دائما في احتفالات اكتوبر، وكانت المناسبه دي بتجمع كل محافظات مصر المهتمه بهذه الرياضه بالاضافه الى عديد من الدول العربيه. وخلال المهرجان تم تسجيل 300 جمل تشارك في التنافس على المراكز الأولى في 30 شوطاً، والجمال المشاركة من محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية ومحافظات القناة والوادي الجديد. في البداية بنرحب بيكم هنا في أرض الفيروز، برضو بنتقدم بخالص التهنئة والتبريكات لسيادة الرئيس على عودة الأمن والأمان لمحافظة شمال سيناء بفضل من الله ورجالات القوات المسلحة والشرطة وأبناء القبائل. النهاردة بداية الرسالة للعالم كله أن سيناء في أمن وأمان وخالية من الإرهاب هو الهجن. احنا بالنسبة لنا ده يوم، بالنسبة لنا هيكون يوم سعيد في رجوع الناس، ده يوم بالنسبة لشمال سيناء يعتبر يوم عيد لرجوع الناس لأهل سيناء. احنا لي 8 سنوات ما فيش كان عندنا مهرجانات، والسنة دي المرة الوحيدة الحمد لله رب العالمين اللي تم الرجوع إلى المهرجان وإلى سباق الهجن. ده دلالة على أن المنطقة آمنة وكويسة وما فيش مشاكل، وأكبر دليل على وجود الناس من كل القبائل وكل المحافظات موجودين هم. فالحمد لله إحنا دلوقتي بنسبة للعالم أجمعه الغربي والعربي وكل العالم نثبت لهم ان سينا خاليه من الارهاب وما عندناش ارهاب وبخير، واحنا بنرحب بالوفود اللي جايه، دليل على كده ان ما فيش الحمد لله حاجه. احنا النهارده حقيقي يعني في يوم عيد، يوم مشهود، يوم تاريخي، انه يتعمل سباق الهجن النهارده من 10 سنين ما اتعملش. دي رساله بتقول
انه احنا في امن وامان واستقرار. وإلى جانب مهرجان الهيجن أقيمت فعاليات موازية تضمنت أنشطة تراثية ومعارض ثقافية وفنية، عرض فيها أهالي سيناء مجموعة من منتجاتهم البدوية ومنتجات شمال سيناء. المعرض قام طبعا بقاله فترة طويلة جدا، هو أصلا السباق الهيجن كان واقف من 2009 في شمال سيناء، ولسه طبعا بعد انقطاع كام سنة. والمعرض يعني بالنسبة للتنظيم كويس، وبالنسبة للمنظمين هنا والحفل انا مشاركه هنا بحلويات، بعمل حلويات شرقيه وغربيه. انا مشتركه بالمنتجات الشعر والبشره، طبعا حاجات طبيعيه، صبار طبيعي، زيوت وحاجات بعملها بايدي يعني في البيت. مشاركه بالمشغولات البدويه، عندي بنات بتشتغل وبنقفل الحاجات ديت وبنعرضها، بنطلع معارض بس معارض بسيطه يعني مش كتيره. يعد نادي الهيجن الرياضي المصري بالعريش أول نادي لسباقات الهيجن في مصر، وعلى أرضه انطلقت السباقات وأقيمت سباقات هيجن محلية وعربية ودولية، فهو قبل لعشاق الهيجن من كل مكان. مهرجان الهيجن بشمال سيناء هو رسالة أمن وأمان من على أرض سيناء وعودة الحياة مرة تانية لطبيعتها في مدينة العريش. تم توظيف كافة الإمكانات لنجاح المهرجان وخروجه بأفضل صورة أمام العالم. أحمد الحسيني، صباح الخير يا مصر.